السلام عليكم. غادي نحاولوا اليوم في اطار البرنامج ديالنا حافظ على صحتك اننا نجاوبوا على بعض الاسئله اخرى اللي تطرحات في اطار الحلقات الاولى من البرنامج خلال شهر رمضان. البارح تطرقنا للجانب الديني من زرع الاعضاء والاسئله اللي طرحوها المشاهدين. اليوم كذلك في زرع الاعضاء كاين نقط اخرى اللي تطرحات واللي عندها اهميه كبيره. اي واحد غادي يقدم على هذه الخطوه هذه ديال انه يكون متبرع خلال الحياة ديالو أو بعد الوفاة ديالو، من الطبيعي أنه يطرح أسئلة ونجاوب على هذه الأسئلة هذه. من بين هذه الأسئلة هي الجدوى من زرع الأعضاء في المغرب. الناس قالوا جاب لهم الله داكشي اللي سجلنا المرة اللي دازت أنه بحال إلا تنهضروا عليها من الناحية النظرية، وبغاو يشوفوا في الناحية الفعلية التطبيقية في المغرب شنو كيدار. في المغرب كانت تسمات واحد العمليه ديال زرع الكليه في الستينات، ولكن اول برنامج اللي بدا بطريقه ممنهجه ومستمره هو البرنامج الوطني لزرع الاعضاء منذ 1998. وعلاش 1998؟ لانه هذا التاريخ هذا تيتزامن مع اصدار اول قانون لتنظيم وتاطير زرع الاعضاء والانسجه بالمغرب. منذ 1998 تمت عمليات زرع الكليتين ولكن كذلك أعضاء أخرى في المغرب في مستشفيات الجامعية في الرباط، الدار البيضاء، ثم في مراكش وفاس، وفي المستشفى العسكري بالرباط، وفي مستشفى الشيخ زايد في الرباط. تمت هذه العمليات اللي تتعطينا في الإجمال تقريبا 500 عملية زرع كلية اللي تمت حتى دابا في المغرب. ولكن تمت كذلك عمليات ديال زرع القرنية بأعداد أكبر، وعمليات قليلة ومؤخرا عاد بدا التطور ديال عملية زرع الكبد، وكذلك عمليتين ديال زرع القلب من خلال أشخاص متوفين طبعا، بما أنه القلب تستطيع أنه الشخص يكون متوفى موتا دماغيا، القلب ديالو مازال يمكن يستعمل. نرجعوا لزرع الكليتين، الكليه. زرع الكليه تم في المغرب في الأول من خلال متبرعين أحياء من الأقارب فقط، وفي السنوات الأخيرة منذ 5 سنوات بدات عمليات العدد ديالها مازال ماشي كبير، ولكن تنتمنوا انه يتطور ديال عمليات زرع الكليه واعضاء اخرى من خلال متبرعين في حاله موت سريري. من تنقول موت سريري هو موت تام لانه غير قابل للرجوع، ماشي كوما، موت يمكن لواحد نسلموا له شهاده الوفاه والناس وعائلته تمشي تدفنوا، ولكن بما انه تيكون في واحد الحاله خاصه في الانعاش تحت اجهزه الى غير ذلك، تتكون الاعضاء ديالو مازال قابله للزرع واخا هو في حاله وفاه، واذا يمكننا نستاصلوها ونزرعوها عند اشخاص اخرين. وهذه العمليات هذه كما شرحت ذلك بدات منذ 5 سنوات وتمت بطريقه مؤطره، بطريقه مؤطره جدا. كاين لائحة وطنية ديال الانتظار واللي تتعتمد على مقاييس محددة، وكاين عضو بما ان الكليتين عضو الاول، الكلية الاولى تتزرع في المدينة اللي تم فيها استئصال الكلية من خلال المتوفى، والكلية الثانية تتمشي للمتلقي الانسب على مستوى الوطني بطريقة مؤطرة. ما كاين حتى شي سبيل انه يكون شي شك في المصداقيه ديال هذا الشيء، لانه مراقب من نواحي متعدده على مستوى من ناحيه الوزاره ومن طرف مختلف الفرق الطبيه في مختلف مستشفيات الجامعيه. تيقول لك الجدوى، ملي تنفهم الجدوى تنقول ياك ما تقصد بها هاد السيد اللي طرح السؤال، واش تتنجح هذه العمليات؟ الا كنت غادي نتبرع ونسبه النجاح قليله يمكن ما كاينلاش نتبرع. في الكليتين نسبة نجاح مرتفعة جدا، 100% ما كايناش في العالم كامل،
ولكن تفوق 90% ديال نسبه النجاح ديال معناها الناس اللي احتفظوا بالكلية المزروعه من بعد سنه ملي كنجيو نشوفوا تلقاو انه على الاقل 90% مازال عندهم ذاك الكلية اللي تم الزرع ديالها. هذه نقطه مهمه اللي خصنا نركزوا عليها. ملي كنا تنطرقوا الجانب الديني وكذلك الجانب ديال الجدوى تيمكننا نفهموها عاوتاني من ناحيه اخرى، هي واش ما كاينش ضرر على اللي غادي يتبرع الا كان مازال حيا. الجواب هو الضرر ممكن ولكن قليل 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 بزاف، لانه اي عمليه يمكن يترتب عليها ضرر، ولكن العاده القاعده الاساس هو انه الواحد ملي كيتبرع بالكلوه ديالو من بعد 3 ايام مشى لدارو ما بقى عنده لا دواء لا حتى شي حاجه، تيمارس حياته العاديه، ما كاين حتى شي مشكل من هذه الناحيه. من بعد المراقبه من بعد سنين الى غير ذلك تتبين انه الناس حافظوا على صحه جيده، واغلبيه ديال الابحاث تتبين انهم الناس تبعوهم سنوات كثيره. كاينين بعض الحالات خاصه هي الا خدينا الكلوه من عند شي واحد مازال صغير بزاف، خصوصا الا كانت امراه وغادي تحمل الى غير ذلك، وهنا كاينين تساؤلات حول على المدى البعيد جدا امكانيه يكون واحد النسبه ديال الاصابه بالقصور الكلوي اكثر شي شويه، ولكن هذه في حالات خاصه. وحنايا الحمد لله ملي كنجي نديروا الاختيار ديال الاشخاص اللي يمكن لهم يتبرعوا تنختاروا الناس اللي ماشي في الحالات الخاصه اللي ما كاين عليهم حتى شي مشكل ديال الضرر ممكن. لانه اول حاجه من مبادئ ديال الطب منذ القديم منذ الاغريق هي اننا ما نضروش الانسان قبل من اننا نداويه. اذا المتبرع ما يمكنناش نتخيلوا اننا نضروه، وتنحاولوا اننا نختاروا المتبرع اللي ما عنده حتى شي خطر واللي يمكن له يمارس حياته عاديه بعد ذلك. من الاسئله كذلك اللي طرحات على زرع الاعضاء هي الحمل، وهذا سؤال في محله. السيده اللي طرحت السؤال تقول من بعد عمليه زرع الاعضاء واش يمكن لي نحمل وفوقاش الى غير ذلك. زرع الاعضاء يمكن لها تكون من الاسباب اللي تجعل بعض السيدات وبعض الرجال كذلك، اللي بما انهم العمليه ديال الحمل تتناقشوا فيها الرجل ومراته، تيطلبوا انهم يزرعوا الكلوه، وتتقول لهم شنو هو الدافع الاساسي، تيقول لك لانني بغيت نحمل. لانه في من تيكون الشخص ولا السيده في الدياليز تتنقص نسبه الخصوبه ديالها، تتنقص نسبه امكانيه الحمل، تتنقص نسبه ديال نجاح الحمل ملي تيوقع، لانه تيكون تاثير على الجنين وتقدر يكون تاثير على صحه السيده. بالنسبه للناس الرجال حتى هما كذلك ملي تيكونوا في الدياليز نسبه القدره على هذا الواحد يكون عنده اطفال نسبه الخصوبه الى ولا والرغبه الجنسيه كذلك تتنقص، وتجعل هذا الشيء انه الاطفال ولا الاجداد عند الناس اللي تيديروا الدياليز قلال. ما تنقولش مستحيل، ولكن قلال في ظروف خاصه ومتابعه طبيه عن قرب الى غير ذلك. ملي السيده كتزرع الكلوه تيمكن لها ترجع القدره ديالها على الانجاب بطريقه عاديه الى غير ذلك، مع احتياطات، لانه في الدويات المضاده لرفض الكليه كاينين بعض الادويه اللي غير ممكن الاستعمال ديالها خلال فتره الحمل، وتنغيروها مباشره. ملي تقول لنا السيده انا بغيت نحمل تنقولوا لها غادي نغيروا الدواء الفلاني وغادي نتبعوا معك، وان شاء الله كل شيء يدوز بخير. وعندنا امثله كثيره ديال السيدات اللي حملوا من بعد سنه او سنتين من بعد الزرع ديال الكليه، تيجيو عند الدكتور وتيقولوا له بغينا نحملوا، تنقولوا له تنغيروا هذه الادويه اللي قلنا وتنتبعوهم، وتيتم كل شيء الحمد لله بطريقه عاديه. لانه الهدف من زرع كليه قلنا هو حياه احسن اطول اقل تكلفه، ولكن في ذاك حياه احسن كاين انه الانسان يرجع يمارس حياته العاديه، الرياضه، علاقات بين الزوجين، حمل، سفر، ممارسة الشعائر الدينية، الحج إلى غير ذلك. كل شيء هذا الشيء وخصوص العمل والدراسة بطبيعة الحال، هذا الشيء كله ممكن أكثر
الى كانت العمليه زرع كليه بالمقارنه مع الناس اللي بقاو في الدياليز. انا كطبيب كليتين او ديال الكلى تنتكلم في الحديث ديالي اكثر على الكليتين، ولكن ملي تنتكلموا على زرع اعضاء تنتكلموا على اعضاء متعدده اللي غتمشي للمستفيدين متعددين. القرنيتين اللي غتعيد النعمه ديال البصر للناس، الكبد اللي كان يمكن الشخص الا ما تزرعلوش يتوفى، القلب كذلك، واعضاء اخرى اقل انتشارا اقل استعمالا في المغرب، ولكن متبرع واحد بعد الوفاه ديالو يمكن له ينقذ اشخاص متعددين. اخر سؤال باش غادي نختم الاسئله على زرع الاعضاء هو ديال شنو كنديروا من بعد استئصال الاعضاء ديال الشخص اللي توفى. اهم حاجه تتاكد ان هذا الاستئصال يتم كما تتم عمليه جراحيه عند شخص حي في الظروف بحال بحال، يعني تنحترموا فيها الميت، تتم بحال عمليه جراحيه عاديه بجميع الاحتياطات. ملي كنساليو العمليه الطبيب الجراح تعاود يسد الفتحه بحال وكا كان الشخص باقي حي، ملي تنرجعوا الجثه للعائله ديال الشخص باش انها تدفن في ظروف اسلاميه بحال اللي متعارف عليها عند جميع المغاربه، تنردوا الجثه كما لو كان الشخص ما قامش بالعمليه الجراحيه، عنده الفتحه ديالو مخيطه عاديه بحال اي شخص كان غادي يتبرع ما كانش متبرع، لانه تنحافظوا على الجثه وعلى القيمه ديال الشخص ديال الانسان حتى بعد وفاته ديالو. لانه لاحظت في من خلال داكشي اللي تكتب في التعليقات انه كاين الناس اللي كانوا متخوفين من هذا. بالنسبه للعينين العديد من الناس يكون عندهم تساؤلات، لانه القرنيه ما يمكن نتبرعوا بها غير من بعد الوفاه بطبيعه الحال، لانه باش كان هي كتمكننا كذلك من النظر ومن الابصار. والناس تبدا يقول لك، كاين شي ناس تيقول لك انا كنا نتبرعوا بالاعضاء ولكن ماشي بالعينين. تنقول لهم ماشي العينين باش يتم التبرع، غير فقط القرنيه. واذا ما تيكون الجثه تكون تنحافظوا عليها والمظهر ديال العين تيبقى باين كاين العين، هو كل شيء غادي تدفن، ولكن الناس يبغوا النظره الاخيره اللي تلقيوها على السيد اللي كان قريب منهم اللي تتبرعوا بالاعضاء ديالو واللي هو يمكن تكلم لهم على زرع الاعضاء قبل الوفاه ديالو، يشوفوه في النظره اللي غادي تبقى هي اللي غادي يعقلوا عليها من بعد، وتيبغيو من جانب ديني كذلك انه الجثه يحترموها. تنقول لهم هذا بالنسبه لنا حتى هو كذلك كاطباء وكمتدخلين في عمليه الزرع نقطة أساسية بالنسبة لنا، حنا تنحترموا الجثة كذلك وتنحترموا المشاعر ديال الناس اللي تبرعوا. وغادي نختتم بهذه النقطة هذه، وشكرا.